على الأقل كانت عندي متصانة ومحدش بيهوب ناحيتها يا معلم صابر. تايسون اللي مش قادر أحمي بنتي يا سيد، الكلام ده لو تقصده يبقى كبير قوي. ما تقصدش يا معلم، المعلم سيد خايف على ليل. ولا يقصد يا أخي، ولا يقصد، ما هو قاعد يسن في بدني. يعني إيه؟ مزعلها مزعلها بس عميها يا معلم. طب امشي اطلع بره، يمين بالله العظيم لو زودتها انا كنت بتطرح ما انت واقف. عيب عيب يا معلمين، ده انتوا في تواتكم بار ما تدخلوش الشيطان بينكم. اسمع يا صابر، انا عايز مراتي، ولو انتوا مش قادرين ترجعوها انا هرجعها، بس هترجع على بيت انا يا معلم. ترجع على بيتك ازاي يا معلم؟ ما تروق وتلاقي كلامك. هو في ايه يابا؟ كنت فين يا بنت؟ انا كنت في اوضه الخزين يابا ونمت غصب عني، والست حسيبه الله يكرمها لسه مصحياني. صح صح يا عزم، دي الحته الوحيده اللي احنا ما دورناش فيها. صح يابا، انا ما دورتش في اوضه الخزين. صح، يلا بنت يلا بنت الجرى على اوضتي. بالاذن يابا. يلا سيد. انت صابر ابو جديد، ما هوبتش بره بيتها. انست وشرفت. ماشي يا معلم صابر، ماشي. سلام يا معلم. حد يوصل المعلم ايه؟ خش يابا، خش شوف بنتك كانت فين قبل ما الناس تعرف وتاكل وشنا.